فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف في بسند على معاوية بن حرمل: لو نادى مناد من السماء لا يدخل الجنة غير رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هو. وهذا نقل عن أبي بكر أيضا: ولو نادى مناد من السماء لا يدخل النار إلا رجل واحد لم أزل أخاف أن أكون أنا هو حتى أعلم أأنجو أم لا. ولو نادى مناد من السماء إن معاوية ابن حرمل من أهل النار لم أزل أعمل حتى تعذرني نفسي. هذا الخوف من الله جل وعلا، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وعن خالد بن أبي عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على خير عمله فأرجو له خيرا، ومن مات على شر عمله فأخاف عليه ولا تيأسوا، يعني لا تيأسوا من روح الله. وهذا إسناد ضعيف، رواه الدارمي في مسند الفردوس. وقد روى بسنده قال بلغنا النهب بن منبه أنه كان يقول: الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون لا تستقر لا تستقر، والنفس حرون إن فطر قائدها صدت عن الطريق فلم تستقم سائقها، فإن فطر سائقها لم تتبع قائدها، فإذا اجتمع استقامت طوعا وكرها. وفي رواية في إسنادها ضعف لأن فيها ليس بن أبي سليم عن جعفر العبدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: الا اخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس برحمه الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. وفي روايه قال: لا يدخل الجنه احدا منكم عمله الجنه. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ووضع يده على راسي الشريفه بابي وامي. هنا فيها يعني اصول هذه الاثار هو انه يعني يعمل على 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 السير الى الله جل في علاه بالخوف والرجاء. محمد بن نوف: اين انت؟ متغيب من ايام، لما؟ فهذه الاثار تحمل الانسان على السير الى الله جل في علاه بال الموعد سيدنا الله يرضى عنك شيخ مشرف احسن الله عليك، تحمل الانسان على ان يسير الى الله جل في علاه بالخوف وبالرجاء. الخوف يعني يرهبه حتى لا يتقدم على معصيه تزعجه ويعني تشوش عليه، والرجاء يجعله لا ييأس من روح الله مهما فعل مهما يعني وقع، يعلم بأن الله جل في علاه له لبأس ثور الله يشفيها رب العالمين، الله يديم عليها الخير والصحة والعافية، اللهم أمين آمين. يعلم أنه مهما فعل فإن الله جل في علاه يغفر ويرحم ولا يعجب بالعقوبة، وسبحانه على حلمي بعد علمه سبحانه جل في علاه. نعم. وحديث معاوية بن حرمل كان على هذا الوتيره يقول: ده ونادى منادي في السماء انه يعني لا يدخل الجنه الا رجل قال: ظننت ان اكون انا هو، يعني رجوت في الله ان يجعلني انا هو. ولو قيل يعني انهم لا يدخل النار الا رجل واحد يقول: لم أزل أخاف أن أكون أنا هو، وما زلت أعمل حتى تعذرني نفسي، يعني لن أتوقف عن العمل. وهذا الذي يحث الإنسان عندما يكون الخوف تراه يقابل الصالحة بعد الصالحة أو يتبع الصالحات بعد الصالحات، يسارع فيما يستطيع أن يتقرب به لرب الأرض والسماوات خوفا على نفسه في هذا الباب. رد معك صفا مروة: أمس كنت سأشتد عليك حتى بحثت فوجدتك فسكت، فاحمد الله انني رايتك امس. وفي الحديث الثاني:
من مات على خير على خير عمل فأرجو له الخير، يعني فأرجو له الخير. لكن لا تجزم ولا يستطيع أحد أن يجزم لا بجنة ولا بنار، وخفايا الأمور لا يعلمها إلا الله جل في علاه. والصحيح أنها لا تجزي الأضحية عن العقيقة، لأن لكل ذبح مستقل. كلام ضعيف جدا، كلام ضعيف جدا. فإذا من مات على خير نرجو له الخير، ونقول بإذن الله يكون في الجنة، ومن مات على شر نقول له نخاف عليه من النار، ولعل الله يغفر له لأنه في المشيئة. هكذا هذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب يا محمد، كان الله في عونكم، هكذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجزمون لأحد إلا ما جاء النص به في الجنة، ولا يجزمون أحد بنار إلا ما جاء النص أنه في النار، ويرجون لعامل الطيب أنه في الجنة، ويخافون على عامل السيء أنه يكون في النار. دكتور تامر، زينة المجالس، أحسن الله عليك حبيبي. وهنا شوف، قال الرجاء قائد والخوف سائق، والاثنان إذا اجتمع يعني صار المرء سيدا عظيما، لكن لو اختلف السائق على القائد أو القائد على السائق فيتعطل السير، يتعطل السير. هكذا الجناحان، جناح الخوف والرجاء، يسيران بالإنسان حتى تستوي أو يستوي السير، فلا يتعرج يمينا فأقع ولا يسارا فأقع. وأين محمود شلتوت؟ أين محمد حسبه؟ أين هما؟ وفي الحديث ويل للمتألين من أمات الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار. وتعلمون قصة بني إسرائيل عندما مر على أخيه وهو على معصية، فقال له أقصر، قال له أقصر، فقال له خلني وربي، قال أقصر، قال خلني وربي، قال أقصر، وإلا لن تدخل الجنة أو يعذبك الله. فجمعهم الله تعالى وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. نعم. وعلي بن أبي طالب يقول: الفقه، وشوف الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس برحمة الله. هذا صحيح، الفقيه الذي يستخلص كل ما هو يسير على السائل، ويعني يجعل له المخارج، لأنه يعلم أن الشرع إذا أغلق بابا فتح يعني أبوابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. وهذه فيها دلالة على أن العمل ليس مقابل، الجنة ليست مقابلة للعمل، بل العمل سبيل لرحمة الله، والجنة برحمة الله. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته، فادخل الجنة يكون بالرحمة. وزي قال وآخرون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال الله تعالى: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا أيضا عن عبد الرحمن المهدي روى المسلم بسنده، وهو سند صحيح، عن سلام بن المطيع قال: شهدت أيوب وعنده رجل من المرجئة فجعل يقول: إنما هو الكفر والإيمان، إنما هو الكفر والإيمان. قال وأيوب ساكت. قال فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت قوله: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فقال: أمؤمنون أم كفار؟ فسكت الرجل. فقال له أيوب: اذهب فاقرأ القرآن، فكل آية فيها ذكر فيها النفاق، فإني أخافه على نفسي. شوف، الله يغفر لنا. وروى عن ابن أبي مليكة يقول: قد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدركت رجلا يقول أنا مؤمن، فما رضي بذلك حتى قال: إيماني مثل إيمان جبريل. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتفوه بذلك، وما زال الشيطان يتقلب بهم حتى قال: مؤمن، وإنك أمه وأخته وابنته، والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله رجالا ما مات منهم أحد إلا هو يخشى على نفسه النفاق. تعلمون ما فعل عمر بن الخطاب مع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أسماني لك أبو عمر، انتظر الدرس ينتهي واسأل كيف ما شئت. قال: سماني لك رسول الله. فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك.
وقال محمد بن مسلم قال بالغني عن أبي الدرداء قال ما من أحد على إيماني ما أمن أحد على إيماني إلا سلبه ولا سلبه فأجده. لا إله إلا الله. أين أم صالح متغيبة يا أحمدي؟ هذه يعني ميزانك كله، وهي أحرص الناس على الخير، وإفادتها للإخوة كثيرة. لما 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 تغيبت؟ فأقول إخوتي الكرام، كل هذه الأحاديث فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنا إلا يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ووضع يده على 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 رأس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا أمام مكر الله جل وعلا، ولأن الله أوحى إليه قال وقد أوحى إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أو تعلق ولا تذر علقتها؟ لما لما حفظها ربي وحفظ عليها قلمها وحفظ عليها مجهودها. الله يجعله، الله يجعله في السماء. بالله انظر ماذا الإخوة والأخوات يستفيدون منها كثيرا. فرجاء انظر لما التعليقات لا تظهر. حياكم الله جميعا. فهنا فيها دلالة واضحة جدا أننا لا ندخل جنة بالعمل. قد قال الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي الباء هنا ليس باء قابلية أو قابلية، هي باء إيش؟ المشرفون ينظرون في حال مسألة تعليقات أم صالح لا تظهر. فالباء كما قلنا ليست قابلية، الباء هنا باء سببية، باء سببية. فضيلة الشيخ صالح رضي الله عنك حبيبي، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية رضي الله عنك. فأنت تدخل الجنة برحمة الله، لكن تصل إلى رحمة الله بأعمالك، لكن تصل إلى رحمة الله بأعمالك. ومن ذلك أيضا في قول الله تعالى وأخرجهم جنة الأمر لا إما عذبهم ما يتوب عليهم، يخشى المرء على نفسه النفاق. ولذلك قال ابن أبي مليكة وغيره لا يأمنه إلا منافق ولا يخاف إلا مؤمن. قال أدركت 30 من أصحاب محمد كل منهم يخشى على نفسه النفاق. وعمر الخطاب دار دورة كاملة على حذيفة ويقول أسماه، وهو صاحب السر، قال أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماني لك حذيفة بالله، أسماني لك رسول الله. شهد عمر الذي بشر بالجنة ومع ذلك يخشى نفس النفاق، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعد. أحمد كيف أنت؟ رضي الله عنك أحمد الهادي. وختم ذلك بقول محمد مسلم بلغني عن أبي الدرداء ما من أحد على إيمان أمن على إيماني إلا سلبه ولا سلبه فيجده. الله يثبتنا على الحق، الله يثبتنا على الحق. والغرض مقصود أن الإنسان يسير سيرا طيبا بين خوف وبين رجاء. الفوائد المستنبطة: لا يأمن من مكر الله إلا كافر، ولا يقبل من رحمة الله إلا فاسق بائس. دخول الجنات برحمة الله جل في علا رب الأرض والسموات، والوصول للرحمة بالعمل. نجاة المؤمن أن يطير بجناحين خوف ورجاء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.